يقول: ما حكم غسل الجمعة على القول الصحيح، وهل يجزي عن الوضوء أم لا؟ غسل الجمعة على القول الذي نراه راجحا واجب على كل من أتى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكنه ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه ليس عن حدث. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تكلم على عثمان حين جاء متأخرا فقال له عثمان رضي الله عنه: ما زدت على أن توضأت يا أمير المؤمنين، قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. لكنه هل يجزئ عن الوضوء أو لا يجزئ؟ إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضأ فإنه لا يجزئ لأن هذا ليس عن حدث.